Panduan sholat jenazah terlengkap, dilengkapi dengan teks Arab, Latin, arti, serta gratis download PDF buku panduan sholat jenazah ini. أصلي على هذا الميت أربع تكبيرات فرض الكفاية إماما لله تعالى. أصلي على هذا الميت أربع تكبيرات فرض الكفاية مأموما لله تعالى. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار.
الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أصلي على هذه الميتة 4 تكبيرات فرض الكفاية إماما لله تعالى. أصلي على هذه الميتة 4 تكبيرات فرض الكفاية مأموما لله تعالى. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونق ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.